زي ما قلنا لحضراتكم، يعني احنا من اول يوم في برنامج الابطال، وكان هدفنا هو تكريم نجومنا وابطالنا اللي بيحققوا لنا يعني الحقيقه انجازات عالميه. السلاح ومحمد السيد بالاخص، والدكتور طبعا السيد مدير فني المنتخب ووالد محمد كمان، الحقيقه فرحونا كتير، ولسه عندهم كمان يقدموا لنا. فطبعا احنا بنشكرهم وبننتهز الفرصه دي ان هم معانا في قناه النادي الاهلي عشان نقدم لهم بوكيه ورد يمكن بلون النادي الاهلي. وبنشكرك يا دكتور بجد على 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 الانجاز الكبير اللي انت عامله، والشغل اللي انت عامله مع محمد، ورافع يعني راسنا فوق كبير يعني بشكل اسعدنا كلنا. احنا اللي بنشكر طبعا حضرتك وقناه النادي الاهلي على الدعم. طبعا النهارده انا سعيد بصراحه، فخور يعني فخور بوجودي مع حضرتك النهارده. ده شكر على مجهودكم. متشكرين جدا، وربنا يا رب يوفقكم. نفس الكلام يا محمد، بوكيه ورد ليك بلون النادي الاهلي. ربنا يوفقك، ودايما خلي روح النادي الاهلي معاك في البطولات، وصدقني هتكسب. صدقني هتكسب ان شاء الله. وكمان احنا قلنا برضو يعني محمد اهلاوي، فقلنا طبعا ما نفوتش الفرصه دي ونقدم لك تيشرت النادي الاهلي، تيشرت كوره النادي الاهلي. ويعني انا عارف ان شاء الله هو هيجي يعني بقاسك، بس يعني يعني وعليه علم مصر، خلي بالك ورا. فنتمنى تبقى عجبك ان شاء الله. وتبقى يعني انا اتشرفت بوجودي مع حضرتك النهارده، شرف لينا، ودي حاجه بسيطه جدا جدا ليك يا محمد. انت بطل، بطل كبير وسنك صغير وما شاء الله لسه عندك الكتير ان شاء الله. واستاذنكم نقطع التورته مع بعض يا كابتن، ونخلي محمد نجمنا الكبير البطل هو اللي يبتدي. اتفضل يا كابتن. اتفضل دكتور. اقسمني بقى. اقسم انت عايز. تعالى تعالى من على الطرف هنا احسن، عشان ايه؟ عشان ما تعبكش. تمام، الله ينور عليك. اوكي، تسلم ايدك يا محمد، تسلم ايدك. ربنا يبارك لك يا رب. الف مليون مبروك، ربنا يوفقك. مستنيين منك ان شاء الله كتير، وفي ظهرك وهندعمك بكل ما نملك من قوه، لان انت تستحق ده. دكتور نورتينا وشرفتنا يا دكتور. ميرسي جدا. والله العفو. الشكر ليك، الشكر ليك، الشكر ليك، الشكر ليك، الشكر ليك، الف الف شكر.